ستيم، باور، سايكل. الدورات اللي بتعمل بالبخار او تروح محطة كهرباء طلخة، يقول لك المحطة البخارية ويقول لك المحطة الغازية. احنا النهاردة هنبدأ في الشابتر ده نتكلم على الدورات اللي بتستخدم مائع التشغيل بالستيم او البخار. اي دورة او اي ثيرمال سايكل، لو احنا قلنا هي ديت السايكل او المحطة، بيخش لها ثيرمال انرجي طاقة حرارية جاية من احتراق بقى الوقود. ممكن نستخدم الوقود ايه، الفحم، السولار، الغاز الطبيعي. بيبقى في سايكل جوه، سواء بقى مائع التشغيل يبقى بخار او غاز، عشان يطلع يا شباب الكتريكال انرجي. يبقى انا عندي الدوره بتاعتي او الدوره اللي هنشتغل فيها دي ازاي اولد كهرباء، وبعد كده الكهرباء اللي هتطلع من الجنريتور او المولد هتروح للشبكه يحصل توزيع. طيب الدوره البسيطه لاي ستيم باور سايكل عباره عن ايه؟ اول حاجه عندي بويلر. وظيفه البويلر ايه يا شباب؟ او بيسموها ستيم جنريتور، مولد بخار. البويلر ده يا شباب هي عباره عن ايه؟ في منها نوعين، نوع اسمه فاير تيوب بويلر او ووتر تيوب بويلر. يعني لو خدنا مسكه البويلر كده بيبقى جواه مجموعه مواسير. البويلر ده حاجه من الاثنين، يا اما الغازات الناتجه من عمليه احتراق الوقود بتمشي جوه الماسوره والميه حواليها، في الحاله دي بيسموها فاير تيوب بويلر. يعني غازات الاحتراق بتبقى ماشيه جوه الماسوره والميه هي اللي ايه حواليها. في نوع تاني اسمه ووتر تيوب بويلر، هيبقى الميه هي اللي ماشيه جوه المواسير وعمليه الاحتراق والغازات حول المواسير. ماشي يا شباب؟ وانواع البويلر والحاجات دي هتاخدها في ثالثه في ماده اسمها ستيم تكنولوجيا، هتاخد انواع البويلر. يبقى انا الاول عندي بويلر، سواء هي بقى ووتر تيوب الميه جوه المواسير او فاير تيوب الغاز هو اللي جوه المواسير. الهدف منها ان يخش هنا ووتر سب كولد، يطلع يا شباب ستيم. ممكن الستيم ده يبقى ساتوريتد او سوبر هيتد. يبقى انا الهدف من الغلية يا شباب ان انا اعمل ايه؟ ستيم جنريتور ممكن يبقى ساتوريتد او سوبر هيتد. بعد كده خلاص بويلر جبتها ووتر تيوب او فاير تيوب، ضغطها مثلا وليكن 50 بار، طلعت لي بخار درجة حرارته 500. البخار ده بقى فيه طاقة يا شباب، طاقة اسمها طاقة انصال. بتعمل ايه؟ اخد ده ادخله على مين؟ ستيم تربن. ستيم تربن، البخار في طاقة. الستيم تربن عبارة عن ايه يا شباب؟ العمود بتاع التربينة ده متثبت عليه مجموعة من الريش، اللي هي الريش المتحركة زي ريش المروحة، ريش الشفاط، وفي مجموعة تانية من الريش هي الثابتة متثبتة في الكيسنج بتاعت التربينة. يبقى البخار اول ما يخش هيخش على الريش الثابته اللي انت عاملها على شكل نوزل. يعني انت عندك في صف فيكسد وفي صف موفينج. الفيكسد بتعمله على هيئه نوزل ليه؟ عشان يحول طاقه الانصلب اللي جاء من البخار لطاقه حركه. تقوم راح هنا خبطه في مين يا شباب؟ في الريشه الموفينج. يعمل ايه في الريشه؟ يدورها وهكذا، يروح على الريشه اللي بعدها الثابته. بيبقى لسه في طاقه في البخار، يحول في النزل هنا طاقه الانصلاب لطاقه حركه، يقوم ايه خبط الريشه. والريشه المتحركه دي متثبته على مين؟ على العمود. العمود ده
فينا كابلنج وبعد كده فينا ايه جنريتور. يبدا بعد كده الجنريتور ده يديني يا شباب البي الكتريكال طاقه الكهربيه. يبقى الهدف بتاع التربينه ايه؟ بيحصل جواه اكسبانشن يا شباب عشان يحول الطاقه اللي في البخار لطاقه حركه، بعد كده بحولها لايه؟ لكهرباء. خلاص يبدا البخار خارج من هنا، خلاص ما عادش الطاقه فيه قلت، يطلع بخار في حاله الويت زون. يعني يا شباب البخار ايه؟ طلع منه جزء واتكثف، عاوز ارجعه تاني للبويلر عشان اتمم الدوره. البويلر دي مثلا كانت عند 50 بار، التربينه عملت اكسبانشن الضغط قل، عاوز ارجعه تاني لمين؟ يبقى لازم اركب هنا ايه؟ كوندنسر. وظيفه الكوندنسر ايه؟ هو عباره عن مبادل حراري يجيب ميه، عشان كده المحطه الخبريه اللي هي البخاريه يا شباب او الاستيم بتبقى جنب اي ايه؟ مصدر ميه. يقوم جايب ميه منين؟ من النهر اللي عندنا اللي جنب محطه طلخه، يجي دخل ميه هنا كولد ووتر، وجاي من هنا ويت ستيم. ايه اللي يحصل يا شباب؟ ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي البخار اللي موجود في الخليط اللي خارج من التربينه يحصل له كوندنسيت، اتكثف. خلاص انا كده حولت كل البخار اللي موجود في الخليط اللي خارج من التربينه لميه. كل الفكره بقى ان انا لازم اركب هنا بامب. ليه البامب ديت؟ عشان ترفع من ضغط الكوندنسر للغلايه تاني. يعني لو كوندنسر عند 1/10 بار والغلايه 50 بار، يبقى انا عاوز بامب ترفع من 1/10 بار ل 50 بار. ده سيمبل ستيم باور سايكل. داخل البويلر واحد اتنين، بعمل هنا ايه؟ هيت ادد، اعمل تسخين ان انا اجيب الوقود غاز طبيعي فحم سولار، اعمل عمليه الاحتراق، يبقى بضيف حراره من واحد لكام؟ لاتنين. ابدا اتنين تخش على التربينه، اخد باور او شغل التربينه، يخرج البخار النقطه تلاته، يخش على الكوندنسر يحصل هيت ريجكتد للميه البارده هنا كيو ريجكتد، يتحول لاربعه. البامب هترفع من الضغط الواطي للعالي، يبقى البامب لازم تاخد باور اللي هو شغل البامب. يبقى انا عندي وسيله بيحصل اكسبانشن، باخد من التربينه شغل موجب، البامب بعمل فيها كومبريشن، يبقى ادفع شغل سالب اللي هو دبليو ايه؟ دبليو بامب. يبقى انا عندي الدوره البسيطه للستيم لانتاج ايه؟ الكهرباء. هي عباره عن كم كومبوننت يا شباب؟ اربعه. هيت ادد في البويلر، اكسبانشن في التربينه، هيت ريجكشن فين؟ في الكوندنسر، كومبريشن فين؟ في البامب. طيب عشان احسب كفاءه المحطه دي واحسب الباور، اول سايكل اطبقها ايه؟ من السايكل اللي انتوا خدتها في السكند لول مثاليه كارنوت. يبقى اول سايكل اخدها كارنوت ستيم باور سايكل، وبعد ما اخدها نقول ليه ما اتطبقتش عملي، وابدا اخش على الدوره الفعليه اللي اتطبقت عملي. يبقى السايكل الاولى كارنوت ستيم باور سايكل. فاكرين كارنوت الاجراءات بتاعتها كانت ايه يا شباب ولا ناسيين؟ تعال نمثل دورة كارنوت على تي اس دايجرام. وده ساتوريشن. خطوط الضغط هنا بتبقى عاملة ازاي يا شباب؟ عندي كم ضغط في الدورة دي؟ طالما في بامب، الضغط العالي اللي هو ضغط البويلر بي
بويلر. الضغط الواطي بي كوندنسر. علشان كده انا عندي بامب بترفع من البي كوندنسر للبي بويلر، وتربينه بيحصل اكسبانشن من البويلر لمين؟ للكوندنسر. حد فاكر الاجراءات بتاع كارنوت؟ اول اجراء خالص هيت ادد ات كونستانت ايه؟ كارنوت تمبريتشر. يبقى الاجراء الاولاني في البويلر لو انت قلت هنا النقطة واحد والنقطة هنا اتنين ايزوثيرمال هيت ادد كيو ادد، البويلر داخل لها ساتيوريتد ليكويد تقعد تسخن 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 لحد ما تبقى ساتيوريتد ستيم. ليه دورة كارنوت في الاجراء ده ما اتطبقتش عملي؟ حد يعرف؟ معروف ان البويلر والكوندنسر عمليا كونستانت بريشر، فالمنطقه اللي في النص لو انتم واخدين بالكم الضغط بينطبق مع درجه، يعني انا وانا قاعد اسخن دلوقتي كده اثبوت ضغط وفي نفس الوقت ايزوثيرمال. لو انا حبيت اخد بخار ومعظم التربينات بتدي سوبر هيت هكمل الاجراء اهو، لو انا مشيت كده هيبقى عند نفس الضغط ولا الضغط اتغير؟ والبويلر بتشتغل ات كونستانت ايه؟ بريشر. يعني انا لو استمر التسخين لكارنوت مع ثبوت درجة الحرارة هتلاقي الضغط يقل لان خطوط الضغط ايه؟ معايا يا شباب؟ عشان كده هو اشتغل في الويت زون لان كارنوت الاجراء الاولاني بتاع الراجل قال لك ايه؟ ايزوثيرمال هيت ادد، يعني الاجراء الاولاني ده تي كونستانت اللي كنت بتسموها تي هاي او تو ماكس. الاجراء الثاني لو انتوا فاكرينه في كارنوت هيروح على التربينه من 2 ل 3 ايزونتروبيك اكسبانشن، يعني اس بتساوي ثابت، يبدا يحصل اكسبانشن عشان ياخد شغل من التربينه بثبوت الاس من 2 ل 3. في الاجراء ده يقدر ياخد مين شغل؟ لو لاحظت هنا هتلاقي التربينه كلها في الويت زون، يعني فيها جزء ليكويد في الريش، ايه اللي هيحصل للريش؟ هتتاكل، يعني بدل ما الريش هتعيش 5 6 سنين مش هتقعد 6 شهور. علشان كده بعد كده لما نيجي ناخد تحصينات الدوره ديت هقول لك اهم حاجه النقطه دي تبقى في السوبر هيتد، عشان المنزل يبقى كل التربينه في السوبر هيتد. يبقى عشان كده يقول لك كارنوت ليه ما اتطبقتش عملي؟ يبقى عمليه الاكسبانشن هنا هي كلها في الويت زون ولا لا؟ طبقات الميه دي بتنزل على الريشه زي اكنك بتحط سكينه على حته جبنه. هيحصل التاكل والتاكل هي ايه؟ ده لو حته كده اهو عندك برومه جت في العربيه اللي بيحصل؟ لو انت ما عالجتهاش بتلاقي تنتشر ولا لا؟ فانت عندك هنا منطقه الويت زون ده عمر التربينه هيقل. خلاص يا شباب؟ عشان كده احنا بنقول دوره مثاليه، اما اجي اجيب كفاءتها هي اعلى كفاءه. نقى الاجراء الاولاني ايزوثيرمال هيت ادد. الاجراء الثاني ايزونتروبيك اكسبانشن. يبدا يخش مين؟ النقطه 3 دي ويت زون، عاوز احولها لسائل ولا اي حاجه؟ دخلها على كوندنسر. هيقعد يعمل ايه يا شباب؟ يقل 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 لحد ما يوصل لنقطه 4. حد يعرف ليه وصلت لحد هنا؟ عشان ابدا اخلي نقطه 4 مع نقطه 3 يكمل الدوره ده ما اقدرش اعمل عليها كنترول. ان انا ازاي اظبط نقطه 4؟ لان كارنوت بيقول لك ايه؟ اجراء الكومبريشن لازم يكون ايزو ايه؟ ايزونتروبيك، يعني اس بتساوي، هل هنا اقعد اطرد حراره؟ اطرد حراره بحيث انا اقدر اظبطها تيجي قدام ايه؟ واحد. ولو لاحظت بعد كده البامب رفعت من 4 ل 1، هي البامب بترفع خليط؟ البامب بترفع ايه يا شباب؟ ليكويد. يقول لك اويل بامب، ووتر بامب. لو انت خليت البامب تطلع خليط من البخار والسائل الشغل بتاعها هيبقى كبير جدا وعمرها هيقل، عشان احنا كده هيبقى هدفنا نقطة 2 دي تبقى في السوبر هيت ونقطة 4 تبقى فين؟ في السب كولد. كل ما نقطة 4 تيجي هنا يا شباب شغل البامب يبقى قليل. هو الشغل في الاوبن سيستم بيساوي ايه؟ تكامل ايه؟ الشغل في الاوبن سيستم تكامل ايه؟ سالب في، يعني داله في الحجم النوعي. كثافه الميه كام؟ 1000. الحجم النوعي بتاعها كام؟ 1 من 1000. عشان كده شغل البامب بيبقى صغير جدا ولا لا؟
عشان كده يقول لك ان البامب بتستهلك باور اقل من الكمبروسر. نركز في الحته دي. الكمبروسر بتاع الهواء كثافه الهواء 1.2، فالحجم النووي بتاع الهواء اكبر بكتير من الميه ولا لا؟ اكبر اكتر من كام؟ 900 مره. عشان كده يقول لك الكمبروسر في المحطه الغازيه بيستهلك باور من التربينه اكتر، يصل 50%. اما البامب شغلها صغير جدا، لو قارنته بالنسبه لشغل التربينه بيبقى من 2-3%. علشان كده لما بنيجي ناخد المسائل ده اقول لك اهمل شغل البامب. ليه بقول لك اهمل شغل البامب؟ ده انت لما بتيجي تحسبه تلاقي شغل التربينه طلع 1000 مثلا كيلو جول على كيلو جرام، تيجي تحسب شغل البامب تلاقي 2-3 كيلو جول على كيلو جرام. عرفت ليه ان انا لازم اجيب نقطه 4 هنا والمسافه دي تبقى صغيره؟ تيجي تجيب شغل البامب تلاقيه صغير جدا، لان الحجم النوعي للسوائل اقل بكتير من الغازات، فعشان كده يبقى شغل البامب صغير ولا لا. دي دورة كارنوت، أول إجراء فيها ايزوثيرمال هيت أديد، الإجراء الثاني ايزونتروبيك اكسبانشن، الإجراء الثالث من 3-4 ايزوثيرمال هيت ريجيكتد، من 4-1 ايزونتروبيك كومبريشن. شغالة الدورة دي من كام درجة حرارة؟ تي مينيمم وتي ماكسيمم. فاكرين كفاءة كارنوت تطلع كام؟ حد فاكر القانون؟ اي كفاءة بتساوي دبليو نت على اللي انت دفعت اللي هو كيو مين؟ انت دفعت ايه من جيبك؟ الوقود اللي تحول لهيت ادد، ده اللي انت دفعته. طب استفدت ايه؟ دبليو نت، دبليو نت دي اللي هنا بتساوي ايه يا شباب؟ دبليو نت حاجه من الاثنين، دبليو تيربن اللي هو الشغل الموجب ناقص دبليو بامب اللي هو الشغل السالب، او كيو ادد ناقص يا شباب كيو ريجكتد. فاكرين زمان الهيت انجن كنت بتقول في الهيت انجن؟ انا عندي ده هيت انجن اهو، وعندي سورس درجه حرارته تي ماكس، بضيف حراره اللي هي كيو ادد، واطرد حراره لسنك درجه حرارته تي مينيمم كيو ريجكتد. الفرق بين الاثنين يدينا مين؟ دبليو نت. يبقى دبليو نت حاجه من الاثنين، يا اما تقول دبليو تربن ناقص دبليو بامب اللي هو ايه؟ التربينه ادتني 100، البامب خدت 20، يبقى الصافي اللي استفدت بيه دبليو نت. او تقول انا ضفت كيو ادد قد ايه وطردت قد ايه، الصافي بينهم برضو يديك دبليو نت. اقسم الاثنين على بعض يديني الكفاءه. لو انت بصيت لدي دبليو نت دي كيو ادد ناقص كيو ريجكتد، هتطلع في الاخر 1 ناقص كيو ريجكتد على كيو ادد. طب الكيو بتساوي ايه؟ مين اللي قال ام سي في دلتا تي؟ احنا ستيم يا شباب، يا شباب ام سي بي دلتا تي وام سي بي دي في الغازات المثاليه، احنا ستيم. قدامك حاجه من الاثنين، لا تطبق القانون الاول للثيرموديناميك اللي هو بيقول ايه؟ كيو اوبن سيستم بيساوي ايه؟ دلتا اتش زاد دلتا كاينتيك انرجي زاد اعمل طاقه الوضع والحركه. هات لي كيو ادد، طبق الكلام ده على البويلر. هل البويلر فيها اي شغل؟ مفيش شغل، يتفضل ايه في القانون؟ الكيو بتساوي دلتا اتش، يعني دلتا اتش اتش 2 ناقص اتش 1. يبقى انا لو عندي الانصلب 2 ناقص 1 يبقى جبت الكيو ادد، وكل ده الوحده كيلو جول على كيلو جرام. طبق المعادله القانون الاول على التربينه. التربينه سبوت اس ادياباتيك، يعني الكيوب كام؟ يطلع ان سالب الشغل بيساوي دلتا اتش، يعني هيبقى شغل التربينه ده اهو اتش 2 ناقص اتش 3. وعلى طول يا شباب اما تيجي تاخد الانصلب خد الكبير ناقص الصغير، والاخر حط الاشارات. يعني الكيو ادي هنا ايه؟ الكبير مين؟ البعيد اتش 2 ناقص دبليو تربن اتش 2 ناقص اتش 3. طب الكيو ريجكتد ها؟
اتش 3 ناقص اتش 4، يبقى الكيو ريجكتد هنا اتش 3 ناقص اتش 4. طب ده بيبمب اتش 1 ناقص اتش 4، يبقى ده بيبمب اتش 1 ناقص اتش 4. يبقى انا كل الكيرة لما اجي اشتغل هيطلع كل ده موجب يا شباب، بس احط الاشاره امتى؟ وانت بتقول دبليو نت، قلت دبليو تربن ايه؟ موجب دبليو بام كيو ادي دي موج كيو ريجكتد سير. يبقى وانت بتشتغل عشان ما تغلطش طلع كل الاشارات موجب، وانت بتجيب الدبليو نت تبدا احط الاشارات. ماشي يا شباب؟ يعني خد الانصاب الكبير ناقص الصغير بحيث كله يطلع موجب، عشان ما تربخش نفسك وتطلع سالب. يبقى لازم تعمل لنا جمع جبري، لو طلعت اشارات يبقى تخلي ده الاشارات موجب. بس احنا ما كناش مطلعين ايتا كارنوت بتساوي كده، فاكرين زمان الكيو بتساوي تكامل ايه؟ تي دي اس. ها الكيو هنا ايه؟ اجراء ثبوتي ده ايزوثيرمال، التي ثابته تطلع بره التكامل، يطلع الكيو ادت بتساوي ايه؟ ها واحد ناقص الكيو ادت هتساوي يا شباب تي ماكس دلتا اس من كام لكام يا شباب؟ من واحد لاثنين. يبقى الكيو معروف انها تكامل تي دي دي اس، طالما الاجراء من واحد لاثنين ثبوت درجه الحراره يبقى درجه الحراره تطلع بره التكامل. درجه الحراره هنا اسمها ايه؟ تي ماكس. تكامل دلتا اس يبقى اس 2 ناقص اس 1. طب الكيو ريجكتد ايزوثيرمال ثبوت درجه، بس درجه الحراره هنا ايه؟ هتبقى تي مينيمم دلتا اس من 3 لكام؟ ل 4. لو جيت تبص دلتا اس هنا اخبار ايه؟ بتساوي بعض، يطلع ايه تكامل بتساوي ايه؟ 1 ناقص تي مينيمم على تي ماكس. ودرجات الحراره هنا في المعادله تبقى بالكلفن، تبقى بقى يا شباب بالكلفن. لما تيجي تحسب الكفاءه دي هتلاقي 60% 70%، بس دي الماكسيمم. لما تيجي تجيب الكفاءه الفعليه في المحطه يقول لك ايه؟ 25% 30%. يبقى كارنوت سايكل لم يتم تطبيقها عملي، تاني حاجه بتدي اقصى كفاءه نظريه. طيب يعني اذا السايكل اللي انت عملتها اللي هم اجرين اضافه حراره ايزوثيرمال واجرين اكسبانشن وكمبريشن ايزنتروبيك اللي هو دوره كارنوت لم تطبق عملي. نبدا لاول تطبيق دوره عملي اللي هو بيسموها رانكن سايكل. ايه دوره رانكن ده يا شباب بقى؟ عشان يحل الموضوع ده صوت يا شباب، اول حاجه عملها فرانك السايكل يعمل ايه يا شباب؟ اتست دايجرامه. احنا قلنا البويلر اول حاجه قالها، قال لك انا هعمل هيت ادت في البويلر ات كونستانت بريشر. مشكلتي هناك كانت الثانيه الكونستانت يا شباب كارنوت تمبريتشر. اول حاجه تعملها تقوم عامل خط الضغط العالي اللي هو البويلر ده بي بويلر، والضغط المنخفض بي كوندنسر. اول حاجه في البويلر هدخل ميه من نقطه كام؟ واحد. ميه جايه عادي بتتم معالجتها عشان الاملاح ما تاكلش المواسير، عشان كده هي دوره مغلقه. الميه اللي حاططها جواها جوا ايه؟ ميه ايه؟ معالجه. دخل واحد اهو، هقعد اضيف حراره كونستانت بريشر. ضيف براحتك بقى مواسير ميه ات كونستانت بريشر لحد ما اوصل لنقطه 2. يبقى كل اللي انا عملته ضفت حراره من 1 ل 2 بظبط الضغط. لو انت عندك الانصالب واحد والانصالب اتنين تطلع الكيو ادد اتش 2 ناقص اتش 1، كيلو جول على كيلو جرام.
طبق القانون الاول للاوبن سيستم اللي فوق، اعمل طاقه الوضع والحركه، الغلايه ما ضفتش اي شغل، يطلع الكيو دلتا اتش. خلاص عند البخار في طاقه انصلب عاليه، يخش على الريش الثابته والريش المتحركه، يبدا نظريا هقول ايزونتروبيك. يعني ايه ايزونتروبيك؟ اللي هو ايه؟ ادياباتيك، وفي نفس الوقت مفيش ايه؟ فريكشن. لو انت بصيت هو بيتمدد اهو ثبوت اس، ايه اللي حصل بقى؟ حد يبص كده على الجرا ده. بقى معظم ريش التربينه في منطقه ايه يا شباب؟ يعني المشكله الاخيره هتبقى عندي في المراحل الخلفيه ولا لا؟ هيبقى بعد كده ركز في الحته دي، هعمل حاجه اسمها ريهيت وانزل تاني. يبقى ركز، يبقى هنا حل مشكله ان التمدد كله اللي حصل في التربينه النسبة الأكبر فيه كان في منطقة السوبر هيت، يبقى كده أقدر أرفع عمر التربينة. خلاص أطبق من هنا، أنا في الإجراء ده حصل إكسبانشن، يبقى دبليو تربين هيساوي إيه؟ أهو أيزنتروبيك، يعني الكيوب زيرو، تطلع دلتا اتش. اتش كام ناقص كام يا شباب؟ الكبير 2 ناقص 3، الإنصلب الكبير ناقص الصغيرة. واليونت كيلو جول على الكيلو جرام، انا اعتبرت ان الدوره دي ماشي فيها 1 كيلو جرام. خلاص انا عاوز ارجع البخار ده اللي ضغطه منخفض، يبقى هنا ادخله على مين؟ على كوندنسر. ده مبادل حراري، قال لك هشتغل كونستانت بريشر. ميه فاشيه في مواسير، ما حصلهاش اي حاجه، ممكن الضغط يا شباب فعليا يقل، بس يقل نتيجه للاحتكاك. يعني لو الضغط داخل 1/10 bar يطلع مثلا 1/10 ايه جزء صغير، 1/10000 مثلا، نتيجه لعمليه ايه؟ الاحتكاك. نفس الكلام في البويلر، لو الضغط 50 bar يطلع 49 bar، بس هو تقريبا كونستانت بريشر. اقدر اجراء اقدر اطبقه عملي ولا لا؟ اطبقه عملي. ميه ماشيه في مواسير بسخنها، الضغط تقريبا ثابت بس هيقل نتيجه لايه؟ للاحتكاك. هيبدا هنا يعمل ايه؟ يطرد حراره للميه اللي بتبرد، اللي ماشيه في المواسير اللي احنا قلنا جايه من النهر مثلا، لحد ما يوصل ساتيوريتد ليكويد لنقطه 4 كيو ريجكتد. اتش كام ناقص كام؟ اتش 3 ناقص اتش 4. كده خلاص امن البامب يا شباب، كده كده البامب طالما وصلت لساتيوريتد ليكويد هترفع سائل. كل اللي هتعمله هترفع من الضغط الكوندنسر لحد ما توصل لضغط البويلر، المنطقه كلها صب كول. اجراء ثبوت اس. طب شغل البامب اللي انا ضفته هنا بيساوي ايه؟ فرق الانصلب، يبقى اتش 1 ناقص اتش 4. يبقى رانكل ده قال لك ايه؟ انا هبقى زي كارنوت بس هعمل اجراء اضافه الحراره وطرد الحراره كونستانت بريشر، وهشتغل في التربينه والبامب ايزونتروبيك، اجيب شغل مثالي شغل نظري. احنا بعد كده هناخد كفاءه للبامب وكفاءه للتربينه، لان مفيش شغل مثالي 100%، مفيش شغل اجراء ثبوت اس. يعني لو التربينه هتديك 100 ميجا نظري، كفايتها 80% هتديك 80 فعليا. ال 20 راحوا فين؟ في الاحتكاك بقى، في البيرنج، في الريش، في اللوسز، اي احتكاك. ماشي يا شباب كده؟ شباب في منطقة الويت زون عملية التحويل الضغط بينطبق مع درجة. كل الفكرة ان انت بتحول من حق من فيس لفيس، يعني من بخار لسائل، بخار لسائل، بظبط درجة تحول ظبط الضغط. لا ما هي دي نفس الكلام، انت عندك ضغط الغلاية مثلا 100 bar والكوندنسر 1/10 bar، الضغط ثابت برضه. حتى انت لو لاحظت الاجرائين بيظبط الضغط، بس عشان اخليهم ثبوت درجه الحراره كانوا في منطقه الويت ايه؟ الويت زون. لان في منطقه الويت زون بينطبق الضغط مع درجه الحراره. بص يا شباب، هنسخن اكتر، اصبر هنسخن لسه يا شباب. احنا الوقت زميلك بيقول ليه ما سخنتش اكتر؟ ما انا هدفع وقود اكتر عشان ننزل لهنا. في طرق ثانيه ناخدها لسه، ان انا اطلع بنقطه 2 دي فوق قوي عشان يضمن ان التربينه كلها في السوبر هيت. الاول يا شباب عشان اجيب الكيو ادد والكيو ريجكتد والدبليو تيربن والدبليو بامب، محتاج كام انصلبي؟
عاوز كم انصلب يا شباب؟ 4 انصلب. الانصلب 2 و3 هتيجي من الشرط. نركز بقى عشان نجيب الانصلبي، لان بعد ما اجيب الاربعة انصلب اقدر اجيب مين؟ كيو اد، دبليو تربن، كيو ريجكتد، دبليو بامب. يبقى اخش الشرط. الانصلبي والانتروبي. وقلنا الخط ده اكس سوا. اخش بايه؟ اول حاجة لازم نقطة 2 ضغط البويلر هيديهولك 100 بار، وهيديك درجة حرارة السوبر هيت اللي هي 2. البويلر اللي انت بتشتريه هيقول لك 100 بار وبتطلع درجة حرارة 550 سيليزيوس. يبقى اخش بمعلومية الضغط مع درجة الحرارة التي 2، حددت من هنا نقطة 2، اجيب الانصلب 2. يبقى يقول لك البخار اللي داخل التربينة 100 بار ودرجة الحرارة 550 سيليزيوس. لما جداول تخش جدول 3 او على الخريطة تقاطع الضغط مع درجة الحرارة. خش عندك كده وليكن 80 بار ودرجة الحرارة 550 سيليزيوس. عندك الخريطة اللي قدامك 80 بار و550، هتطلع الانصلب اتش 2. هيديك بعد كده ضغط الكوندنسر بي كوندنسر، وليكن هيدولك بواحد من 10 بار. طلعت كام؟ يا شباب انت ممكن تجيب قلم حبر وتشتغل على الخريطة وبعد كده تمسح. الفين وكام؟ وقف. هاش تاني. يبقى نقطة 2 ونقطة 3 بتيجي من الخريطة. تعال نشوف نقطة 4. نقطة 4 واقع الساتيوريتد ليكويد عند ضغط بي كوندنسر. اخش جدول الضغط عندك لو حد معاه جداول، 1/10 بار. اطلع الاتش اف اللي هي هتبقى اتش كام؟ اتش 4. هيبقى لسان اتش كام يا شباب؟ اتش 1 ده اجيبها منين؟ ها دبليو بامب احنا قلنا بتساوي كام؟ اتش 1 ناقص اتش 4. دبليو بامب هنا اتش 1 ناقص. طب ما انت قايل لك ان الاوبن سيستم الشغل بيساوي سالب تكامل في دي بي. طب الفي ده الحجم النوعي للميه ثابت، يطلع بره التكامل. اكامل منين؟ من ضغط الكوندنسر لضغط البويلر. يبقى شغل البامب ممكن يطلع في اف اللي هو مقلوب كثافه الميه اللي هو 1/1000 ثابت، تكامل الدي بي يديني ضغط البويلر ناقص ضغط الكوندنسر. الضغوط دي بتدهاني بالبار. ليه اضرب في 100 يا شباب؟ لان انا عندي اتش 1 واتش 2 ده كيلو جول على كيلو جرام. هنا متر تكعيب على الكيلو جرام اللي هو الحجم النووي، اتضرب ده اتحول لكيلو باسكال لما ضربت في 100. يبقى اذا ده كيلو جول على الكيلو جرام وده كيلو جول على الكيلو جرام. عشان كده الضغط هيديهولك تضرب في 100. يبقى بحول البار لكيلو باسكال. كيلو باسكال لما اتضرب في متر تكعيب على الكيلو جرام يدينا كيلو جول على الكيلو جرام. يبقى من المعادله دي اطلع ايه؟ اتش 1 بتساوي اتش 4 زائد مقلوب كثافه الميه ضغط البويلر ناقص الكوندنسر في 10 اس 2. طيب يبقى انت كده معناها من اللي اتشرط تقاطع الضغط ودرجه الحراره اللي داخله التربينه اجيب اتش 2. انزل ايزنتروبيك لحد ما اقابل ضغط الكوندنسر اجيب اتش 3. يبقى كده من الخريطه. نقطه 4 اخش الجدول بتاع الضغط عند ضغط الكوندنسر اجيب اتش 4 اللي هي اتش ايه؟ اتش اف. طب لو عايز اجيب اتش 1؟ طيب لو قال لك اهمل شغل البامب، شغل البامب ده صغير، قال لك اهمله. يبقى في الحاله دي لو قال لك اهمل شغل البامب يعني الترم ده بكام؟
يبقى معناه ان الاتش واحد بتساوي اتش اربعة اللي هي بتساوي اتش مين؟ اتش اف. يبقى لو قال لك اهمل شغل البمب وانت اصلا وانت بتحسب هتهمله لوحدك لان هتلاقيه قيمته صغيره. لان شغل البمب هنا هتلاقي من 2-3% من شغل التربينه. فلو اهملنا شغل البمب في الحاله دي يبقى انا خلاص جبت اتش 4 هي نفسها اتش 1. خلاص كده يا شباب؟ جبت جميع الانصالب يبقى اقدر اجيب ايه؟ كيو ادد اتش 2 ناقص 1 دبليو تربن اتش 2 ناقص 3 كيو ريجكتد اتش 3 ناقص 4 دبليو بامب بزيرو لو قال لك اهمل شغل البامب ولو ما قالش اهمل شغل البامب يبقى اتش 1 ناقص 4. ها؟ طب صور. طيب اصبر ما اخلص. خلي الاسئله في الاخر يا شباب. ايه اللي يتطلب؟ يعني ايه حاجه اسمها ثيرمال بيرفورمانس؟ اي محطه انت جبت لها خلاص الانصالبي وجبت شغل التربينه شغل البامب كيو ادد كيو ريجكتد. انت لو رحت المحطه يقول لك الباور 100 ميجا، ايه الباور ده يا شباب؟ حد يعرف الباور؟ ايه متغيرات الاداء؟ نركز مع بعض كده. اي محطه عشان اقيمها هجيب مجموعه متغيرات. او انت بتحل اي بروبلم مشكله او مساله عندك هيطلب منك اول حاجه الثيرمال افشنسي تساوي ايه؟ الكفاءه الحراريه دبليو نت على كيو اد. جبناهم ولا لا؟ دبليو تربن ناقص دبليو بامب يا دبليو نت والكيو اديت جبتها واضرب في 100 هتطلع معاك من 22-30% الدوره البسيطه. يعني ايه؟ يعني انا المحطه اللي جايب غلايه وتربينه وبامب وبويلر كفائتها 25% يعني لو جبت ب 100 جنيه وقود اخد منهم كام؟ 25 جنيه استفدت بيهم والباقي لصص. يبقى وانت بتحل هتلاقي الكفاءة الدورة البسيطة 22% 25% 30% بالكتير. عشان كده هنعمل تحسينات عشان ارفع الكفاءة دي. كده انت بتخسر. اشتري وقود ب 1000 جنيه اخد 200 ايه؟ اللي هو ربع في المية اللي هو 25%. طيب الحاجة التانية الباور. الباور بتساوي يا شباب انت اشتغلت الدوره بدبليو نت، دبليو نت دي وحدتها ايه؟ كيلو جول على انت فرض ان ماشي في الدوره 1 كيلو جرام بخار اضربها في الام دوت اللي هي الماس فلوريد بتاع الستيم اللي هو كيلو جرام بخار على الثانيه اليونت هتبقى ايه؟ ها اللي هو كيلو وات في 10 اس سالب 3 يدينا ايه؟ ميجا وات. يبقى يقول لك المحطه ديت 100 ميجا. يبقى هو اما جاب دبليو نت ضربها في الام دوت ستيم طلعها بالكيلو وات المهم حولها للميجا. ده بيرفورمانس بارامتر برضو. المحطه دي 100، المحطه دي 1000، المحطه دي 2000، المحطه دي 200. يبقى اول حاجه يطلب منك الكفاءه الحراريه، الحاجه الثانيه الباور. يعني ايه سبيسيفيك ستيم كونسامشن اس اس سي؟ يعني ايه معدل استهلاك البخار النووي؟ الهدف من المحطه يا شباب اطلع 1 كيلو وات كهرباء في الساعه. عاوز اشوف عشان اطلع 1 كيلو وات كهرباء في الساعة امشي بخار في الدورة قد ايه؟ ام دوت ستيم على الباور. شوف الوحدة دي بتاعتها هتبقى ايه يا شباب؟ الوحدة اليونت ام دوت ستيم كيلو جرام على الثانية. ها والباور
انا عاوزها اليونت تبقى كيلو جرام بخار عشان اطلع كيلو وات كهرباء في الساعه، تبقى ايه؟ ها ليه حطيت 3600؟ لان الام دوت كيلو جرام على الثانيه، عشان احولها لايه؟ طب ما الباور على الام دوت اسمها ايه؟ دبليو نت. يبقى لو طلب مني السبيسيفيك ستيم كونسامشن 3600 على دبليو نت. تاني ام دوت ستيم كيلو جرام على الثانيه 3600 عشان تبقى كيلو جرام على الساعه، والباور على ام دوت ستيم اللي هو مين؟ دبليو نت. يبقى على طول هنا دبليو نت لازم تبقى بالكيلو جول على كيلو جرام. فك دي كده يا شباب، الكيلو جرام هتبقى فوق، الكيلو جول اللي هو كيلو وات ثانيه، قسمت على 3600 عشان يبقى كيلو وات ايه؟ ساعه. يبقى علشان يعرف المحطه ديت انتاج الواحد كيلو وات ساعه محتاج يمشي بخار كام؟ من 3 ل 6. الرقم ده هيطلع معاك 4 5 حسب التحسينات بيزيد. ماشي يا شباب؟ يبقى لو طلب منك الاس اس سي من غير ما تعرف 3600 على ايه؟ على الدبليو. ايه هو الهيت ريت؟ هي الانرجي ثيرمال على الانرجي الكتريك، مقلوب الكفاءة. الكفاءة بتاعها عبارة عن ايه يا شباب؟ لو انت لاحظت الكفاءة، الطاقة اللي خارجة اللي هي الباور على الطاقة اللي داخلة اللي هي الطاقة الحرارية. الهيت ريت بقى انت ضفت طاقة قد ايه حرارية علشان اطلع 1 كيلو وات ساعة، كام كيلو جول ثيرمال لكل كيلو وات الكتريكال في الساعة. تاني، لإنتاج 1 كيلو وات ساعة كهرباء أضيف حرارة قد إيه؟ لو أنا خليتها مقلوب الكفاءة تنفع؟ الكفاءة وحدتها إيه؟ ها؟ كيلو جول على كيلو جول. الكفاءة ملهاش وحدة زي ما أنت قلت، كيلو جول على كيلو جول. طب الكيلو جول اللي تحت اللي هي عبارة عن كيلو وات إيه؟ كيلو وات ثانية، يوم حاطط فوق 3000 وكام؟ و600. يبقى لو الكفاءة 25% هتقول 3600 على 25%. تاني، هي عبارة لإنتاج 1 كيلو وات كهرباء في الساعة أضيف هيت أديد قد إيه؟ ثيرمال إنرجي قد إيه؟ معروف الثيرمال إنرجي وحدتها جول. الطاقة الكهربية ما بتعملوش بالجول، بتعملوا بالإيه؟ الوات ثانية أو كيلو وات إيه؟ ساعة. فعلشان كده لقيتها كيلو جول على كيلو جول، خلاص الكيلو جول فوق اهي. طب الكيلو جول اللي تحت بتساوي كيلو وات ثانية، فيقسم 3600 بقى كيلو وات ساعة. طيب، في عندك حاجة اسمها سبيسيفيك فويل كونسامشن، معدل استهلاك الوقود بقى. الوقود اللي أنت بتحرقه ده معدل استهلاكه إيه؟ البرامتر ده يا شباب بقولها لكم لان اي حاجه بعد كده هيجي لك منها طلب منك مطلوبين ثلاثه فيها. 5 سيفيك اس اف سي. ده كان عباره ايه يا شباب؟ ام دوت ايه؟ ام دوت ستيم على الباور، هنا يبقى ام دوت ايه؟ ام دوت فيول على الباور. الوحدة ايه؟ كيلو جرام فيول الباور كيلو وات في الساعة. يبقى لازم وانت بتحط الام دوت فول تحطها بالكيلو جرام على الساعة، والباور تبقى بالكيلو وات. ده برضو ليه؟ عشان اما بقى عاوز اطلع من المحطة 1 كيلو وات كهرباء في الساعة امشي غاز طبيعي كتلته قد ايه؟ خلي بالك الغاز الطبيعي ساعات يقول لك متر تكعيب في الساعة، يبقى الوحده في الحاله دي هتبقى ايه؟ متر تكعيب لكل كيلوات ساعه. لو فحم هتلاقي يقول لك طن لكل كيلوات ساعه. لو سولر
حسب ما يجيبه لك، ممكن يقول لك كيلو جرام لكل كيلوات ساعه او لتر لكل كيلوات ساعه، حسب اليونت يا شباب. ده معدل استهلاك الوقود لانتاج 1 كيلوات كهرباء في ايه؟ في الساعه. طيب تعال نشوف المحطه، اول ما بدخل الوقود هاخد كام؟ انتوا عارفين المحطه الغازيه او البخاريه جاي لهم غاز طبيعي، بيحاسب المستهلك على كام؟ على الكفاءه اللي هي ال 25% دي ولا على ايه؟ ركز معايا، انا جبت غاز طبيعي مثلا بمليون جنيه، ها حرقته، طبعا مش كل الغاز الحراره اللي خارجه منه راحت للميه اللي سخنتها البخار، فلوسز ولا لا؟ هيحاسبني على مين؟ احنا خدنا كفاءه اسمها الكفاءه الحراريه، في حاجه اسمها الكفاءه الكليه او الاوفرول افشنسي، حد يعرف الفرق بينهم؟ يعني ايه الاوفرول؟ وقال الشغل اللي خارج من التربينه وراح للمولد راح كده على طول، يعني خارج 100 ميجا راحت للمولد 100، ايه اللي هيحصل؟ اول حاجه انت جبتها في المحطه فول، اه غاز طبيعي، بنزين، سولر، غاز بوتاجاز، ام دوت فول، اه اضربه في ايه؟ في الهيتنج فاليو. حد يعرف الهيتنج فاليو؟ الوقود، اه الام دوت فول كيلو جرام على الثانيه. الهيتنج فاليو اللي هو الوقود يا شباب يعني ايه؟ الواحد كيلو جرام من الوقود ده لو اتحرق هيدينا قد ايه كيلو جول؟ مثلا البنزين الهيتنج فاليو 42000. يعني ايه الهيتنج فاليو 42000 للبنزين؟ كيلو جول على كيلو جرام. يبقى انا لو جبت كيلو بنزين وحرقته هيدينا حرارة 42000 كيلو جول. الغاز الطبيعي 50000، السولر اللي هو في الديزل 39000، الهيدروجين 125000. يبقى الهيتنج فاليو دي اللي عبارة عن ايه؟ كمية الحرارة الناتجة لاحتراق 1 كيلو جرام منين؟ من الوقود. غاز البوتاجاز اللي في البيت اللي الناس اللي لسه بتستخدم البوتاجاز الهيتنج فاليو 46000. خلاص اضرب في كفاءة الاحتراق. هل كفاءة الاحتراق 100%؟ لو انت شغال نظري يبقى كفاءة الاحتراق دي حطها بواحد او 100%. بس طبعا انت عمرك ما تخلط الهواء بالوقود عشان تتمم عملية الاحتراق 100%. يبقى ده الحرارة اللي جاية لك اهي، راحت فين دي يا شباب؟ على البويلر. ركزوا معايا في الحتة دي. هل كل الحرارة دي راحت للبويلر ولا في كفاءة للبويلر؟ في كفاءة للبويلر. وانت بتسخن مية على البوتاجاز، هل كل الحرارة اللي خارجة من العين بتاعة البوتاجاز راحت للمية؟ مش في حرارة بتجيلك من بالراديشن والكونفكشن؟ بتلاقي وانت واقف كده تلاقي حرارة جاية لك؟ ما كل دي لصص يا شباب. كفاءة البويلر دي بتبقى من 80 ل 88%. هتطلع لي ام دوت ستيم مضروبة في الكيو اد. بص الوحدة هنا، الوحدة هنا ايه؟ كيلو جرام فول في الثانية، كيلو جول على الثانية اللي هو كيلو وات. طب ديت هيطلع بخار كيلو جرام ستيم على الثانية، والكيو اد انا جبتها من الخريطة او من الجداول كيلو جول على كيلو جرام، هتبقى الوحدة ايه؟ كيلو وات. الكفاءة بتساوي الخارجة على الداخل، يعني الايتا بويلر بتساوي ايه؟ ايتا بويلر بتساوي الخارج مين؟ ام دوت ستيم في مين يا شباب؟ الكيو ادي دي اللي انا جبتها من الشارت اللي كانت اتش 3 او اتش 2 ناقص اتش كام؟ 1. بس كنت وحدتها كيلو جول على كيلو جرام في الام دوت ستيم. طب انت دفعت ايه؟ ام دوت فيول في الهيتنج فاليو في كفاءه الاحتراق، وقلنا لو مش موجوده هتبقى بكام؟ بواحد. يبقى اذا مش كل الحراره اللي انت حرقتها راحت لمين؟ للبويلر. ده كفاءه البويلر 80%.
يبقى 80% ما تتضرب في الرقم ده يبقى ده اللي راح فعليا للمية وتحولت لبخار ولا لا. طيب دخلت ده لدورة رانكين، اديت لي ايتا ثيرمال اللي هي خرجت لي الام دوت ستيم في الدبليو نت. لو قلت ايتا ثيرمال بتساوي الخارجة على الداخل هتطلع ايه؟ دبليو نت على مين؟ على الكيو اديت. يبقى عملت دورة رانكين بقى بويلر وكوندنسر عشان اطلع الباور النظري دي اللي هتساوي ام دوت ستيم في الدبليو نت. هل دي اللي هتروح؟ هتطلع الشبكة؟ هتروح فين بعد كده يا شباب؟ في عندك ايتا ميكانيكال بتاعت ايه؟ العمود بتاع التربينة عشان يتوصل بعمود المولد محتاج كابلنج، محتاج جير بوكس، لأن سرعة التربينة بتبقى أعلى من سرعة المولد، المولد سرعته 3000 ار بي ام، يبقى لازم يعمل ريدكشن سبيد. طول ما انت ماشي كده في كفاءة ميكانيكية ولا لا؟ الكفاءة الميكانيكية معروف انها تبقى من 80 لـ 90%. طيب دخل على الجنريتور المولد، ايتا جنريتور. لو سألت زمايلك بتوع كهرباء يقول لك كفاءة الجنريتور من 97 لـ 99%، لانها كلها ايه؟ مفاقيد في الملفات. كل ده عشان يطلع على الشبكة ايه؟ بي جنريتور او بي الكتريكال. انت بتتحسب على البارن هين. يعني الايتا اوفرول بتساوي ايه؟ شوف عشان تعرف ان احنا بنتظلم. انت خدت ايه؟ بي جنريتور. مش ده اللي جالك؟ انت دفعت ايه من جيبك؟ ام دوت فيول في الهيتنج فاليو في كفاءه الاحتراق. ها ركز معايا، انت عارفين البي ايتا فرول هتساوي ايه؟ حاصل ضرب ايتا جنريتور في ايتا ميكانيكال في ايتا ثيرمال في ايتا بويلر. اهو هتجيبها ازاي؟ شيل البي جنريتور، حاصل ضرب الاثنين دول بيساوي ايه؟ ايتا ميكانيكال في ايتا جنريتور، اعتبرهم ايه؟ اليمنت واحد. الخارج اللي هو ايه؟ البي جنريتور. الداخل اللي هو يا شباب ام دوت ستيم في دبليو نت. يبقى حاصل ضرب ده في ده، الخارج على مين؟ على الداخل. شيل البي جنريتور هتطلع ايه؟ ايتا ميكانيكال في ايتا جنريتور مضروبه في مين؟ في ام دوت ستيم في دبليو نت. شيل الام دوت ستيم في الدبليو نت هتطلع ايه؟ ايتا سيرمر في مين؟ في ام دوت ايه؟ ستيم في كيو ادد. شيل دي هتطلع في الرقم ده، هتلاقي ده يروح مع ده ولا لا؟ هتيجي في الاخر هتلاقي بتساوي ايتا جنريتور في ايتا ميكانيكال في ايتا ثيرمال في ايتا بويلر. اي حاجه من دول لو مش موجوده ممكن تفرضها بواحد، بس ما عدا ايتا ثيرمال. يعني انا ممكن اقول البويلر نظريا كفايتها 100%، مش مشكله، يعني معناها ان انا الوقود كنت حول كله الحراره خلاص. بس هنا لا، انا بحول من طاقه لطاقه، يعني ما ينفعش الايتا سيرمال اقول 100% بقى كده. انا الايتا ميكانيكال افرض بقى ان الاحتكاك قليل قوي او الكفاءه 90% اعتبرها 100%، ايتا جنريتور اعتبرها 100%. عشان كده لما بيجي يقول لك ما ادكاش اي كفاءه من دول ممكن تعتبرها بايه؟ ب 100%. بس في الاخر هتطلع الايتا اوفرول هي الايتا سيرمال. عشان تعرف يا شباب انت لو ضربت الكفاءات دي في بعض، مثلا ضربت كده جرب 97% في 85% في كفاءة انت حسبتها ب 25% في ايتا بويلر 85%، هتديك كام؟ هتديك كام؟ هتطلع كام؟ لو ضربتهم هتطلع 19%. يبقى فعليا ال 100 جنيه اللي انت دفعتهم هتاخدهم ايه؟ 19 جنيه. كل ده لصص. انا الهدف كمهندس دلوقتي ان انا اقلل اللصص ده وارفع الكفاءة. ماشي يا شباب؟ تمام؟